جرفاف الأمامي يعني. أنا استغربت يعني بالكتالوج هون ما في شيء جاي معي يعني صراحة، غير هاي بلاستيك بس. هاي بلاستيك شو بدها تعمل يعني؟ هاي بتركب بشي مكان يعني. حسب الكتالوج شفت هاي الرفراف الأمامي، هاي تربطون هدول اللصقات اللي جايين معها هدول. المسخرة هي، وهاي بدك تعملها هيك. شو المسخرة يعني صراحة يعني، شو هاي يعني؟ لازم يكون في لها قاعدة تركب عليها صراحة، عشان هيك أنا ما بدي إياهم هدول في الأصل، ما عجبني الموضوع. شفت هاي جاي معها، هاي ما بعرف تبع شي هي، هاي بتركب هون، نقدر نركبها هون. تمام. انا جربتها كان بيوصل لهون تقريبا يعني، نقص هاي ونفخش بالنص مشان يركب مكان الجنب الضوء يعني. تمام، راح نقطع هاي هيك، نفتحها نقطعها نظبطها يعني البسكليت تتحرك يعني، لازم كل شيء يكون مظبوط احسن ما الطريق تمشي ويذكرنا بايام بيجي صوت البسكليت وبتشوف طلعات نزلات. عشان هيك لازم كل شيء يكون مظبوط مشان ما يوجع لك راسك. تمام، قطعنا هاي، هي ما بتلزمنا. انا بدي هاي يعني بالموضوع، بدي هاي بس لازم احدد مكان البرخي مشان ما يصير عندي اي مشكلة يعني. هيك يعني صار شوي اصغر احسن يعني، مشان ما يضرب فوق يعني. سبحان الله يعني بشتري شغلات جديدة يعني، ودايما لازم اطبق عليها شغلات يعني شغلات ما بيجي مثل ما واحد بده يعني، حتى جديد لو تشتري لازم تزيد عليها شغلات تطبقها يعني. شده شوي من هون، كفي. شوفوا خلاص هذا ما عاد يتحرك يعني. انا هذا اللي كان بدي يعني، هلا بدنا نحط هاي ونشوف شو بده يصير. طبعا هل هيك بس علقناه يعني، هن حاطين انه تشد بهدول يعني هي رفراف لو يجي عليها مي ما راح يخرب يعني، اللي بعرفه يعني اللزاق لو يجي عليها مي ما عاد تمسك يعني. ما عجبني. المهم بدي احط قفيس بلاستيك، كل طرف ممكن احط اثنين مثلا، افضل من هاللزاق اللي جايبين. الجانب الثاني هاي كمان بظن هي كويسة صاير الضوء، هاي كمان كويسة صاير. الحلقة الثانية كمان ونشوف. المهم بتشوفوا يمكن افرجيكم مثلا شلون تركيبها يعني. فراغ صار هون كويس، هون زبطنا بتشوفوا.
شدينا هالبرودة قاعدة نفسها يعني. هون كمان في مجال كويس صاير يعني، ما بقولكم انه 100% هي يعني، هي كويسة. بتشوفوا ماسكة لهون يعني، هون بتشوفوا القفيس شلون صار، قفيسات فايتين لجوا، شو فايتين لجوا، تقول هي منها يعني، ما بتعرف انه هي مو تبعها بالاصل. قفيسات صار كويسين جوا. الطرف الثاني كمان شوفوا قفيسات فايدين لجوا. المهم هذا الرفاف الامامي يعني ان شاء الله خلصنا منها اخيرا يعني. الرفاف الوراني طبعا لسه بده شوي شغل، هون لازم نحط شيء عشان نخلصها يعني. رح نكملها طبعا، رح نكمل الرفرافات يعني، الرفرافات خالص، بس في تحت يعني، في تحت شوفوا هلا بالفيديو، هون في مسافة فاضية يعني، اكيد المي بده يطرش من هون يعني، مشان هيك جبنا هدول بلاستيك رفرافات تركبهم بالقفيس يعني. شوفوا بلاستيك هي قف رقيقة يعني، بلاستيك انا جبتهم، ممكن نطعجهم هيك مثلا، نحطهم هنيك مشان لو اجا مي ما يضرب فيها يعني. طبعا هيك خلصنا كل شيء. شوفوا ركبنا هاي، حطينا قفيس بلاستيك يعني بالنص، كمان حطينا واحد، حطيت هاي هيك. شو حطينا هاي هيك، شوفوها ما بتضربها يعني، ثبتنا بقفيز يعني، اي مي لو يطرش راح يطرش بهالطرف. خلي هاي تكون متحركة يعني، وهدول هون متحركين، لانه في مغلصور هون ما بيتحرك ممكن يروح لفوق وينزل، مو مشكلة يعني، ما بيعلق فيها يعني. هيك صار كويس. شو الامامي كمان خالص، هيك بكون خلصنا الرفراف وشغلات هيك يعني. ان شاء الله نشوفكم بغير فيديوهات، بغير شغلات تانية يعني. ما بعرف في حدا له اهتمام بالبسكليتات، ما بعرف يعني، انا بنزل فيديوهات، بلكي حدا بيحب يشتري شي، بلكي يحب يشوف قبل ما يشتري او هيك يعني، يكون عنده فكرة يعني. اشوفكم ان شاء الله بغير فيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.